بسرعة نسيتي كل أيامنا الحلوة؟ ميت أنا متأكد أنك اشتقتي لي، صح يا ميت؟ ومشتاقة لكل الأيام الحلوة اللي عشناها مع بعضنا بهالبيت وبهالغرفة، صح يا روحي؟ أنت لسه لهلأ بتحبيني، وأنا برأيي لازم تهدي. ما في حدا بالبيت وهي الفرصة ممتازة. خلص روقي ماشي. قلتلك أنه لساتني زوجك لليوم. لا لا، بعد عني بعد عني. ميت أنا حذرتك من الأول وقلت لك هي بنتي وما بدي إياك تأذيها ولو شو ما صار، وبوقتها أنت وعدتني وإنه ما تقهرها نهائيا، بس هلأ ما صدقت بحكيك وكذبت علينا. جاية تضحك علي أنا يا ميت؟ هاد الشي اللي صار انت لازم تتعاقب عليه. انا اليوم ما رح اسكت لك. أفضل طريقة عندي إني أأذي أختك إيشا قدام عيونك، وإنت بعدها رح تجي تترجاني فوراً. ما عم صدق نهائياً إنه توصل بيناتنا لهون. إنت مو الشخص يلي حبيته، عن جد كرهتك. أنت أكيد اليوم ساويت كل هاد قصد بس مشان تجرحني وتخليني أكرهك. وأنا هاد اللي بدي إياه، أنك تبلشي تكرهيني وتتحول هاي الكراهية من مجرد أفكار لأحساس جواتك. أنا ما كان بدي شي غير شوف نظرة الكره بعيونك وأنت عم تطلعي علي. ما عم صدق تصرفاتك هاي الليلة. أنت بكلامك هاد قهرتني كتير، حتى لو كنت بعرف السبب كتير قهرتني. أنا عندي هدف واضح يا ميت، إنك لازم تكرهيني وتوقعي على أوراق الانفصال. ليش هيك؟ تمام. يلا مين اللي رح يجي بهالوقت؟ يلا انا رح شوف، هلا رح نعرف. افتح السريع. انت شو جابك؟
طيب ما رح تقلي تفضلي؟ ايه اكيد، تفضلي تعي لجوا، تفضلي فوتي، فيك تعتبري البيت بيتك. لك خلص حبيبتي، شو رأيك نحكي برا؟ مو أحسن؟ يلا امشي، يلا تعالي، يلا خلص، يلا يلا حبيبتي تعالي تفضلي. ليكي لحتى أكون صادق معك، كان لازم يطردوكي من البيت من زمان كتير، لأنه اللي عملتيه حضرتك مع أخوكي ومرته ميت هودة ومع العيلة حتى الأعداء ما بيعملوه بالعادة. ما بيكفي كل شي حكوا معي، هلأ أنت جاي تكمل؟ بدك تبهدلني مثلهم؟ مو أساس أنت بتحبني؟ بعرف اللي بيحبوا بعض بيكونوا سند لبعض بهيك أوقات، لأنه هي المشاعر تظهر بالأوقات الصعبة وبتبين إذا من الأول كانت صادقة ولا كاذبة. عن جد يا مرتي، أنت إمتى محبتك ظهرت بالأوقات الصعبة؟ ها؟ جاية تعطيني محاضرة. خلص أنا فهمت، حبك من الأساس كان كله كذبة وأنت ما بتحبني. أنت مو فارقة معك مع أنك شايفني بهالوضع الصعب هاد، لهيك أنا بدي روح. بس عندي كتير رفقات أنا ساعدتهم بحياتي وهنن ما رح يتخلوا عني مثلك. شبك واقف ما عم تتحرك؟ يلا وقفني ورجعني، أنا ما عندي أي مكان روح عليه، شو بدي أعمل؟ استني، ايه صح اللي قلتي احسن، روحي لعند وحده من رفقاتك وهيك انا ما رح اقلق عليكي. وبعدين يا روحي، هون بالبيت في 4-5 رجال وانت ما رح تاخدي راحتك نهائيا، صدقيني. بس اعطيني مهله كم يوم ولوقتها بوعدك، لاقي بيت واستاجره وبعدين رح ننتقل لهنيك انا وياكي، ولهداك الوقت انت دبري حالك. يعني روح؟ ايه. شبك فاهم علي؟ ما عندي أي رفيقة أروح لعندها، شو بدي ساوي بحالي؟ كل رفقاتي تخلوا عني ولا وحدة رح تستقبلني. هوشيار، طيب أنت قلي شو ساوي؟ قلي أنا وين بدي روح؟